بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي اليوم في درس جديد، هو الدرس 22 من قناة المعرفة الإحصائية، والمعنون بنموذج فار ببرمجية فيوز. إذن كما توصلنا في الدرس الماضي في الدرس 21، قلنا في نهايته أننا سنطبق نموذج فار على مثال يتعلق باقتصاد كلي ببيانات سنوية، وهو يتعلق بمتغيرات الاستقرار الاقتصادي وفقا للمربع السحري الاقتصادي نيكولاس كالدور. كما قلنا سابقا أن هذا المربع السحري يتكون من أربع متغيرات، وهي النمو الاقتصادي أو الناتج الداخلي الخام، التضخم، ورصيد التجارة، يعني هو الفرق بين الصادرات والواردات. وربما سقط منا سهوا سابقا، قلنا بأنه المتغير الرابع يتعلق بالبطالة، لكن هو الحقيقة يتعلق بالتشغيل، لكن هما في الحقيقة عملتان، وجهتان لعملة واحدة، والذي نهدف من خلال التشغيل إلى الرفع من نسب التشغيل. الهدف كما قلنا أن من هذا المثال هو متابعة تطورات متغيرات الاستقرار الاقتصاد الجزائري. والهدف الثاني وهو فهم نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR من حيث شروطه وفروضه وكيفية تطبيقه. إذا بدأنا على بركة الله، فإننا لدينا معطيات الاقتصاد. وقبل الإشارة عفوا إلى هذا المثال، لا بد من إشارة إلى شيء جد هام، وهو أن هناك كتيب جميل جدا، وهو أو مطبوعة تتعلق بالمحاضرات في مقياس نماذج التوازن العام، وهي للأستاذ الدكتور أحمد نصير، وهي يعني تتناول مختلف أو تطورات النموذج الاقتصادية منذ يعني السنوات الثلاثينات إلى يومنا هذا، وهي يعني في حلة جميلة جدا. لذلك أنصح المتتبعين بمطالعتها وقراءتها. إذن كما قلنا أن مثالنا الذي سندرسه يتعلق بالاقتصاد الجزائري ذو المتغيرات الأربعة، بحيث أن هذه المتغيرة تتمثل في المتغيرة الناتج الداخلي الخام، التضخم، التشغيل، وهنا استبدلته في الحقيقة بالبطالة، بنسب البطالة. ولدينا أيضا الصادرات والواردات، لكن بالنسبة للصادرات والواردات من المفروض أننا ندرس الرصيد التجاري، لكن نلاحظ أن الرصيد التجاري كما نلاحظه هنا، هناك قد يكون في بعض الأحيان موجبا وقد يكون سالبا. ولذلك عند إدخال عمليات مثل اللوغاريتم أو الجذر التربيعي، فإنه لا يمكننا فعل ذلك. لذلك سنحاول أننا نطبق على الصادرات والواردات كل على حدة. إذن بعد حصولنا على معطيات هذه المتغيرات التي أصبحت الآن خمسة بدلا من أربعة، فإننا نقوم أولا كما هو معلوم، أننا بما أن التضخم معطى بالنسب، وبالنسبة للمتغيرات الأخرى هنا هي معطاة بالمليارات الدينارات الجزائرية، لذلك نقوم عفوا بمليارات الدولارات، لذلك نقوم بتحويل هذه المتغيرات كلها بإدخال اللوغاريتمات عليها حتى تصبح قيمها صغيرة مقارنة بقيم معدلات النمو. إذا استخدمنا التعليم جينات بالنسبة لهذه المتغيرات، فإننا نرمز بآل مثلا آم يساوي، هي تساوي لوغاريتم، نحاول توليد هذه المتغيرات، هي لوغاريتم امبورتاسيون، إذا المتغير الأول. المتغير الثاني نرمز به الإكس، إذا هي اكسبورتاسيون، وهنا ربما كما تلاحظون لماذا رمزنا له هنا بصفر واحد، لأنه في الحقيقة لا يتقبلها البرمجية، لا تتقبلها بالرمز XP،
لماذا؟ لأن إكس بي هو تعليمة الدالة الأسية، لذلك بشكل آلي فإن البرمجية تضيف لها 0 1. إذا هذا هنا خطأ، إذا ننزع هنا هذا الحرف فقط ونضيف أيضا متغير الناتج الداخلي الخام الـ GDP. وفي الحقيقة من المفروض أننا نستخدم معدلات النمو ولا نستخدم الناتج الداخلي الخام، لكن ومع ذلك نحاول تصغير قيم هذه المتغيرة بإدخال كما قلنا اللوغاريتم عليه GDP. فنحصل على مختلف المتغيرات. إذا المتغيرات الآن الخمسة التي لدينا تتمثل في متغيرين معطيان بالنسب، وثلاث متغيرات أخرى معطات بالدينارات بالدولارات بالمليارات الدولارات مع إدخال اللوغاريتم عليه. إذا حتى نجري عليها نموذج الفار لابد كما قلنا أننا نقوم بمتغيرات أولا قبلية باختبارات الاستقرارية. فنذهب إلى الاستقرارية، ندخل جميع المتغيرات التي لدينا. إذا الآن الإكس ال جي دي بي انفلايمنت انفليشن، إذا باستخدام اختباري ديكي فولر وفيليبس بيرون عن طريق معيار سيك، أوكي. فنلاحظ النتائج التالية. إذا ماذا نلاحظ؟ إذا نلاحظ أنه عند المستوى، نلاحظ أن جميع متغيراتنا طبعا غير مستقرة. إذا ذهبنا عند الفيرست ديفرنس عند الفرق الأول، فنلاحظ أن المتغيرات جميعها تستقر عند الفرق الأول فيما عدا متغير الدي ال ام اللي هو يعني الناتج اللوغاريتم الواردات. فنلاحظ انه عند النموذج الثاني نلاحظ انه غير مستقر هنا. اذا هذا عند فيليبس بيرون. اذا ذهبنا الى ديك فولر فانه يؤكد ذلك، حيث ان بالنسبه الى الفرق الاول ايضا بالنسبه لنفس المتغيره فانها لا تستقر عند الفرق الأول، وعليه فإنه نلاحظ أنها ستستقر عند الفرق الثاني. إذا نلاحظ أن متغيراتنا هي تشكيلة من المتغيرات، بعضها متكامل من الدرجة الأولى وبعضها متكامل من الدرجة الثانية، ولذلك يمكننا هنا لا نستطيع أن نستخدم تكامل المتزامن لا سواء عن طريق جوهانسن جيليس أو عن طريق الأرضيان، ولذلك نلجأ إلى استخدام نموذج الفار. إذا كيف نستخدم الفار؟ نذهب إلى كويك، نذهب إلى استيميت فار، فندخل متغيراتنا هي ألم والتي قلنا أن حسب سيمس فإن كل متغيراتنا ستصبح عبارة عن متغيرات داخلية، لأنه لا وجود للمتغيرات الداخلية في هذا النموذج. ف employment وأخيرا ال GDP. إذا نضع واحد هنا. إذا الخطوة الأولى لإيجاد هذا النموذج هو إيجاد ما يسمى بدرجة الإبطاء المثلى. فنذهب إلى أوكي. إذا نذهب إلى View، نذهب إلى Lag Structure، Lag Criteria. فنضع هنا مثلا ثلاث او اربع يعني تاخيرات، اوكي. فنلاحظ انه لم يقبلها، فنعيد العمليه، وخصوصا ان كما نلاحظ انه مشاهدتنا هي قليله، فنذهب الى ثلاثه. فنلاحظ انه قبل انه درجه الابطاء المثلى، وهذا تتفق عليه جميع، نلاحظ جميع المعايير خصوصا بالنسبة إلى كلها تتفق على أن أحسن درجة إبطاء هي مثلى هي درجة 3. لذلك نعود إلى نموذجنا تيميت ونغير فقط إذا عدد اللايك من 1 إلى غاية 3، أوكي. فنحصل على نموذجنا اللي هو نموذج فار. هذا النموذج نموذج فار كيف لنا أن نفسره؟
نلاحظ أننا سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى نذهب إلى representation، فنلاحظ عن طريق representation أن إذا كانت لدينا خمس متغيرات سيتكون لنا نموذج var بخمس معادلات، بحيث أن كل متغيرة هي بدلالة نفسها في درجات حرية عند 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 تقدير عفوا عند تأخيرات عند حتى ثلاث تأخيرات، والمتغيرة الثانية أيضا حتى ثلاث تأخيرات، وهكذا بالنسبة إلى المتغيرة الثانية فهي متغيرة داخلية بالنسبة إلى نفسها وبالنسبة إلى بقية المتغيرات الأخرى. فنلاحظ هنا النموذج هذا يمثل النموذج النظري، وهذا يمثل النموذج التطبيقي بالمعادلات. إذا رجعنا إلى هذا الشكل estimate output، فكيف يمكن لنا أن نفسر هذه القيم؟ إذا نلاحظ أن القيم هذه العليا بالنسبة إلى كل متغيرة هي عبارة عن المعاملات أو المقدرات المضروبة في هذه المتغيرة، متغيرة التأخير، وبالنسبة للقيمة ما بين قوسين هي تتمثل في الانحراف المعياري، يعني استمرار انحراف المعياري أو الانحراف الخطأ، يعني ما يسمى ب standard error. وأما بين دوبراكيت إن صح التعبير بين حاضنتين فإنها تتمثل في قيمة t student. إذا ماذا ينقصنا هنا؟ نلاحظ أنه ينقصنا الاحتمالات، لأن الاحتمالات هنا احتمالات توزيع student أو احتمال قيم student المحسوبة غير موجودة. كيف يمكننا الآن إيجادها؟ إذا لدينا هذا الشكل الأول يتمثل في النموذج بالخمس معادلات، يمكن لنا أننا نحول هذا النموذج إلى شكل آخر عن طريق ما يسمى بالسيستم، بنظام المعادلات. وهنا للأسف في اللغة العربية نحن دائما نخلط ما بين النماذج وبين أنظمة المعادلات، ففي الحقيقة هذا يمثل نموذج لكن يمكن لنا أننا نحوله إلى سيستم. فنذهب يمكن لنا الآن أن نحوله إلى سيستم make system، أو يمكن لنا أن نحوله إلى نموذج بشكل آخر وهو المتمثل في نموذج المحاكاة. فإذا ذهبنا إلى make system order by bar variable، فنلاحظ أنه يعطينا أيضا خمس معادلات لخمس متغيرات. يمكن لنا أن نقدر هذه المتغيرات بالشكل التالي، فنذهب إلى estimate باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS، فنذهب إلى OK، فنلاحظ أنه أعاد لنا كتابة هذا النموذج بشكل آخر، بحيث بقيت طبعا المعاملات الستاندر ايرور، وبقيت لنا تي ستاتيستيك، وأضاف لنا احتمالات كل معاملة مضروبة في طبعا في كل متغيرة. يعطينا جميع المعاملات في البداية، ثم بعد ذلك يعطينا كل معادلة على حدة، يعطينا بقية المعلومات الأخرى إلى غاية قيمة ديربن واتسون. فنلاحظ أنه كل معادلة مكتوبة طبعا لديها معلوماتها الخاصة بها، ولدينا بقية لدينا في البداية كما قلت جميع الاحتمالات. إذا هذا النموذج في الحقيقة يكفينا. كما يمكن والمعلومة فإنه يمكن لنا أن نرسم أيضا make model بالشكل التالي، في يعني عندما نريد القيام بالمحاكاة فنذهب إلى make model ونبدأ بعملية المحاكاة من خلال إدخال ما يسمى بالسيناريوهات البديلة والسيناريوهات البايز لاين، السيناريوهات الابتدائية، بحيث أننا يمكن لنا أننا نحصل على ويمكن لنا أن نضع أيضا في نماذج المحاكاة والتي سنتكلم عليها في فرص قادمة إن شاء الله، بحيث كيف يمكن لنا أن نعطيها صدمات. إذا نعود كما قلنا إلى نموذجنا السابق. إذا بالنسبة إلى النموذج أو مما يسمى بنظام المعادلة system، هذا نظام المعادلات المقدر بطريقة المربعات الصغرى، ماذا يمكن لنا أن نقوم به؟ إذا نلاحظ من خلال الاحتمالات المرفوقة بالمقدرات، نلاحظ أن هذه الاحتمالات الكثير منها مثلا هنا في هذه الحالات ليس لديها معنوية إحصائية، لذلك فإننا نبدأ في المرحلة القادمة وهي ما يسمى بمرحلة تشخيص
النموذج. كيف يتم تشخيص مرحلة النموذج؟ عن طريق View، فنذهب إلى View، فنذهب إلى، إذن لدينا طريقتين هنا. لدينا ما يسمى لدينا نوعين من التشخيص، ما يسمى بتشخيص المعاملات وتشخيص البواقي. بالنسبة إلى تشخيص المعاملات، كما يمكننا طبعا أننا نشخص المعاملات ونشخص البواقي في الخطوة التي قبلها، وهي في نموذج الفار الابتداء الأولي. كما يمكننا الآن تقديره بالطريقة التالية، كيف يمكن لنا الآن أن نشخص المعالم؟ كما نعلم أن بما أن هناك الكثير من المعالم التي لديها احتمالات ليس لديها معنوية إحصائية، فإننا يمكن لنا أن نختبرها إذا ما كانت هي معدومة أو غير معدومة عن طريق ما يسمى باختبار وولد. فنذهب إلى تشخيص المعالم Coefficient Diagnostic، نذهب إلى World Coefficient Test. كيف نستخدم هذا الاختبار؟ إذن هذا الاختبار هو سهل جدا، بحيث أننا نضع مثلا بالنسبة للمعلمة الأولى، نلاحظ أنها ليس لديها معنوية، فنختبر ما إذا كانت معدومة أو غير معدومة. فنضع C1 بين قوسين، ونلاحظ أيضا C2 أيضا ليس لديها معنوية إحصائية، فيمكننا أيضا إضافتها إلى غير ذلك. يعني يمكننا أن نضيف مختلف المعالم ونساويها بالصفر. هذا يعني H صفر، وأما H1 فهي تختلف على صفر. إذا نضع أوكي. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ من خلال اختبار وولد الذي يستخدم التوزيع كاي تربيع، نلاحظ من خلال هذا الاحتمال أن هذا الاحتمال، بحيث أن الفرضية العديمة كما قلت تقول بأن هذين المعلمتين معدومتين، لكن الفرضية البديلة هي عكس ذلك. كيف نحكم الآن؟ نأخذ هذه قيمة الاحتمال، فنلاحظ أن قيمة هذه الاحتمال هي أكبر من 0.05. فماذا يعني هذا؟ يعني أننا في هذه الحالة أننا نقبل H0 الفرضية المعدومة، ونرفض الفرضية البديلة، بمعنى أن هذين المعلمتين يعني أنهما يساويان الصفر. لذلك في الحقيقة فإننا من المفروض أننا نقوم بنزع هاتين المعلمتين، يعني المعلمتين ننزعهما، يعني نعود إلى Specific System فننزع المعلمتين الأولى والثانية. إذا ننزعهما ونبقي على بقية المعالم، وهكذا بالنسبة إلى بقية المعالم الأخرى، بمعنى أنه فننزعها هنا مباشرة ونبقي على بقية المعالم الأخرى، ثم نعيد عملية تقدير النموذج من جديد عن طريق المربعات الصغرى وهكذا. فنلاحظ في كل مرة أننا تختفي المعالم التي ليس لديها معنوية إحصائية، ليبقى لدينا فقط المعالم التي لديها معنوية إحصائية، مثل هذه المعلمة المعلمية C9 وهكذا بالنسبة إلى بقية المعالم، فنحصل على نموذج صغير فقط. الآن طبعا هذه العملية تأخذ وقت كبير، لذلك نعيد المعلمتين السابقتين إلى النموذج السابق، ونعيد تقديره من جديد بطريقة المربعات الصغرى. بعدما نقوم بعملية تشخيص المعالم، نقوم الآن بتشخيص ما يسمى بالبواقي، إذن Residual Diagnostic. إذن تشخيص البواقي كما هو معلوم، الهدف منه هو اختبار فرضيات طريقة المربعات الصغرى التي قمنا بتقديرها، بحيث أننا نختبر كما في طريقة المربعات الصغرى، نختبر ارتباط الذاتي للأخطاء، نختبر Literacy Dasticity، ونختبر اختبار النورماليتي تيست وغيرها. لذلك هذه الأشياء كما نلاحظ هنا غير موجودة في هذا النموذج، لذلك من الأحسن لنا أن نعود إلى النموذج الذي قبله، وهو نموذج الفار. فنذهب إلى View، فنذهب إلى Residual Test، فنلاحظ أن مختلف الفرضيات طريقة المربعات الصغرى كلها موجودة هنا. فإذا بدأنا إلى أولا باختبار
باختبار لوتو كوريليشن او الارتباط الذاتي للاخطاء باستخدام الام تيست، فنذهب الى اوكي. اذا عند قيمه الواحد نضع اوكي. ف لدينا هنا مشكله، فنذهب الى دياجنوستيك. اولا عفوا قبل ذلك نذهب الى اختبار ما يسمى بالكوريلوغرام، هل البواقي هي موجوده يعني ذات تشويش ابيض او غير ذلك. فنلاحظ ان الكثير من البواقي التي لدينا هي داخل مجال مجالات الثقه، فيما عدا بعض المتغيرات التي هي خارج، بعض البواقي اللي هي غير موجوده داخل مجال الثقه. حتى نؤكد عدم وجود ارتباط ذاتي من عدمه، فإننا نذهب إلى اختبارات، قلنا auto correlation، فنذهب نغير طبعا في هذه في اللاي. نلاحظ أن هنا لدينا مشكلة صغيرة نحاول أننا نحلها. اوكي، نذهب إلى view my test correlation. طبعا هنا واحد إذن كما قلت أنه بالنسبة إلى اختبار بالنسبة الارتباط الذاتي للأخطاء عن طريق استخدام الأوتو كوريليشن، فإننا إذا ذهبنا إلى الأوتو كوريليشن ألام تيست، فإننا إذا استخدمنا مثلا عند التأخير الأول فإنه نلاحظ أنه لا يعطينا ولا قيمة احتمالات. وإذا ذهبنا إلى القيمة الثانية بنفس الطريقة فإنه لا يعطينا قيمة. متى تبدأ قيم الاحتمالات في الظهور؟ عندما نجتاز المرحلة، يعني عندما نجتاز عدد التأخيرات الذي يرتبط بثلاثة، يعني عندما نذهب إلى أربعة فإنه تبدأ في ظهور القيم الاحتمالات، والتي معناها أنه هنا بالنسبة للفرضية العديمة now serial correlation، فالاحتمالات هنا هي أقل من 0.05، فإننا نرفض الفرضية البديل العديمة ونقبل بالفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد ارتباط ذاتي. ويؤكد لنا أيضا ذلك عندما نذهب إلى بورتمونتو autocorrelation test، فإننا عندما نضع مثلا قيمة الواحد فماذا نلاحظ؟ ماذا يكتب لنا؟ يكتب لنا بأنه بالنسبة لعدد التأخيرات التي يجب وضعها يجب أن لا تقل على عدد اللايكات، عدد تأخيرات النظام والتي تتمثل في ثلاث تأخيرات، وألا تتجاوز أيضا عدد المشاهدات. وعليه فإنها بمعنى أن تبدأ عدد التأخيرات من 4-5 فما فوق، وألا تتجاوز عدد التأخيرات. فإذا مثلا استخدمنا أيضا هذا الاختبار عند البواقي portmanteau autocorrelation، فإننا عندما نستخدمه عند واحد فيعطينا هذه الملاحظة. إذا استخدمناه مثلا عند 4 فإنه يبدأ بظهور القيم فيعطينا قيم الاحتمالات. إذا هذا بالنسبة إلى هذا الارتباط الذاتي للأخطاء. فيما يتعلق بالمشكلين الثانيين المتمثلين في اختبارات البواقي، في اختبارات عفوا في نورمال تيست، فنذهب إلى نورماليتي تيست فعند شولوسكي، فنستخدم فيعطينا الآن نسبة للخمس معادلات، يعطينا اختبار الالتواء سكانسيس وكارتوسيس اختبار التفرطح، ويعطينا جاك بيرا كل على حدة. ف
فنحن طبعا كلها مهمة، لكن الذي يهمنا هو اختبار جاك بيرا. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بالنسبة إلى الخمس معادلات التي لدينا التي تكون لنا نظام الفار، فنلاحظ من خلالها أن المعادلة الأولى توزيع البواقي بالنسبة إليها ليس طبيعيا، في حين أن بقية المعادلات الأربعة بالنسبة لما أن احتمالاتها أكبر من 0.05 فإن البواقي موزعة توزيعا طبيعيا. بالنسبة إلى اختبار الوايت عن طريق الليتوريتي داتي، فلاحظ أن عن طريق الوايت فنلاحظ أيضا أنه هنا لا يمكن أن نجده. الآن هذا بالنسبة إلى توزيع البواقي وبالنسبة إلى جميع المشاكل القياسية التي لدينا. بالنسبة إلى طبعا عندما نجد نظام المعادلات نظام الفار، فإن دائما الفار مرفوق دائما بما يسمى بدوال الاستجابة النبضية، ومرفوق أيضا ب ما يسمى decomposition variance. فنذهب إلى أمبيلش هنا، فطبعا نحن هنا يجب الإشارة، يمكن لنا أن يعطينا دوال الاستجابة إما بيانيا بالرسومات أو يمكن أن يعطيها لنا بالقيم. هنا في الحقيقة يجب أن نحدد، يعني نجد بعض الدراسات مثلا التي لدينا. هناك من تريد دراسة مثلا تأثير الواردات على بقية المتغيرات الأخرى، أو عفوا تأثير المتغيرات الأخرى على الواردات. هناك من يريد تأثير بقية المتغيرات الأخرى على الصادرات أو على النمو إلى غير ذلك. ولذلك فدراستنا تختلف، وعليه فإن دوال الاستجابة النبضية نضعه حسب ما نريد أو حسب الحاجة. فمثلا لو افترضنا أن دراستنا كانت معنونة بأثر المتغيرات الكلية أو المتغيرات النموذج كالدور الباقية على الواردات، فإننا في هذه الحالة فإننا نقوم بحذف المتغيرات الأخرى ونترك فقط متغيرة الواردات، وهنا ننزع العكس، ننزع متغيرة الواردات ونترك بقية المتغيرات الأخرى. ونذهب إلى عن طريق البيانات، عن طريق الرسومات، نذهب إلى أوكي. فماذا نلاحظ؟ إذن نلاحظ أنه أعطى لنا أثر هذه المتغيرة، أو العكس عفوا، ليس بهذه الطريقة، إذن العملية معكوسة. إذن نضع بقية المتغيرات الأخرى كلها هنا فيما عدا متغيرة الألام، متغيرة الواردات، ونترك هنا متغيرة الواردات ألام هي التي نريد معرفة الصدمات التي عليها من خلال المتغيرات الأربعة الباقية. إذن أوكي. فماذا نلاحظ؟ إذن نلاحظ هنا أثر صدمات الإكس على ألام، أثر الجي دي بي على ألام، أثر التضخم على ألام، أثر البطالة على متغيرة الواردة. فالآن ما هو تفسير هذه طبعا هذه المنحنيات؟ هذه المنحنيات في الحقيقة تتمثل في تغيرات الانحراف المعياري. فنلاحظ أن عند إعطاء صدمات من في عند الفترة الأولى، فإننا نلاحظ أن المنحنى بدأ في الانخفاض، ثم بدأ في الارتفاع، ثم عاود الانخفاض خلال 10 فترات. نفس القضية بالنسبة إلى المتغيرة الثانية، ونفس تقريبا بالنسبة للثالثة. أما بالنسبة للرابعة فنلاحظ أنها كانت ما دون، يعني الانخفاضات كانت تحت الصفر، وبدأت في الارتفاع لتحاول الوصول إلى فوق الصفر عند إعطاء صدمات. هذا بالنسبة إلى دوال الاستجابة النبضية، وكما قلت أنه يمكننا وضعه عند الحاجة، كما يمكننا أن ننشئها في شكل رسومات، في شكل جداول بهذا الشكل table. أوكي.
فتعطينا أيضا القيم حيث نستطيع أننا نفسرها بالقيم. هذا باختصار بالنسبة إلى الدوال الاستجابة النبضية، وشرحها طبعا يطول كثيرا. بالنسبة إلى Variance Decomposition أو ما يسمى بتحليل التباين بنفس الطريقة Variance Decomposition، فبالنسبة إلى هذا التحليل عند 10 فترات فنذهب مباشرة إذا أردنا أن نجده في شكل منحنيات أو في رسومات فنذهب إلى OK، وبالتالي يعطينا مجموعة رسومات يعني نحاول أننا نفسر كيف تم تحليل هذا التباين بالنسبة لهذه المتغيرات. وإذا أردنا أن نحصل عليه في شكل يعني أرقام فإننا نذهب إلى Table Decomposition OK، فيعطينا مجموعة جداول. هذه المجموعة الجداول تتمثل أيضا في كيف في خلال 10 فترات كيف أمكن، لأنه عند إعطاء صدمات كيف أمكن لأنه هذا كيف تحلل هذا التباين. وطبعا هنا شرحه يطول وربما تحتاج إلى دروس لشرحها النظري وشرحها التطبيقي. بالنسبة إلى عندما نحصل على نموذجنا في نهاية المطاف ويثبت أن هذا النموذج كله صحيح وجيد، فنلاحظ أن نلاحظ هنا خانة أو أيقونة الفوركاست التي تتمثل في التنبؤات. وكما قلنا في البداية أو في الدرس الماضي أن الهدف من دراسة نماذج الفار هي إما للتنبؤ أو لدراسة السببية. فإذا أردنا التنبؤ باستخدام نموذج الفار فنذهب إلى فوركاست. فبالنسبة إلى فوركاست هنا نلاحظ أن كما قلنا في دروس سابقة أن هناك تنبؤ داخلي وتنبؤ خارجي. فالتنبؤ الداخلي وهو عادة التنبؤ بالسلسلة بعد تقدير معالمها، وأما بالتنبؤ الخارجي هو التنبؤ بالسلسلة بعد نهاية هذه السلسلة، نريد أن نتنبأ بالقيم المجهولة التي لا نعلمها. فإذا أردنا أن نتنبأ تنبؤا داخليا باستخدام الطريقة الديناميكية أو الطريقة الستاتيكية للطريقة الساكنة، فنحدد مثلا فترة زمنية نريد تحديدها أنه نحددها من خلال دائما داخل العينة، مثلا إلى غاية من سنة 2000 إلى غاية 2018، فيرمز لي بالنسبة لكل المتغيرات الخمسة يعطيهم في نهاية المطاف يضيف لهم هذا الحرف، حرف F Forecasting. فنذهب إلى OK. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه أعطاني مجموعة رسومات يعني التنبؤات السلسلة منذ سنة 2000 إلى غاية 2018. وإذا أردنا أن نجد وطبعا هذه المنحنيات هذه السلاسل، وبالنسبة إلى ويعطيني أيضا ما يسمى بمؤشرات دقة النموذج أو دقة التنبؤ. فنلاحظ أنه يعطيني رمسي، يعطيني مختلف المؤشرات الأخرى إلى غاية تايل. وأحسن كما قلنا سابقا هذه المؤشرات هي مؤشر تايل بالنسبة للخمس متغيرات. فطبعا كما قلنا سابقا أنه كلما كان مؤشر تايل صغير جدا يصل إلى الصفر فإن يعني نسبة التنبؤ يعني دقة التنبؤ تكون جيدة، وكلما آل إلى الواحد فإن دقة التنبؤ تصبح سيئة. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التنبؤ بالمتغيرة الخامسة التي تتمثل في البطالة، والمتغيرة الثانية والثالثة ناتج الداخل الخام والصادرات، كلا دقة تنبؤهما جيدة ودقة تنبؤهما جيدة، في حين أن المتغيرة الأولى والمتغيرة الرابعة تنبؤاتها سيئة داخليا بالنسبة إلى هذه الفترة. هذا بالنسبة للتنبؤ الداخلي، كما يمكننا أن نجده بالأرقام طبعا. الآن بالنسبة إلى التنبؤ الخارجي، فالتنبؤ الخارجي يمكن إيجاده بالطريقة التالية. فإننا يجب أن نمدد في العينة التي لدينا. فالعينة التي لدينا كما نعلم أنها منذ من 1991 إلى غاية 2018، فنضغط عليها مرتين، نضغط فقط على العينة مرتين.
فماذا نلاحظ؟ الآن بدلا من 2018 نضيف مثلا إليها 5 سنوات القادمة، يعني 2019 20 21 22 23 لغاية 2023، فنضيف لغاية 2023. أوكي، فنغير في السايز. نعم أوكي، فنلاحظ أن تغيرت العينة وتغير أيضا المدى. فماذا نلاحظ؟ نرجع إلى نموذجنا، ونموذجنا طبعا هنا الذي وجدناه سابقا، وفي الحقيقة وجدناه على أساس من سنة 1994 إلى 2018. فنذهب إلى هنا فوركاست، فنغير الآن في يعني مثلا نريد أن نعرف ما بعد 2018 فقط، فنحصل على ذلك من خلال سنة 2018 أو 2019 إلى غاية سنة 2023. فنذهب إلى أوكي، فنلاحظ الآن أعطانا التنبؤات منذ، وطبعا هنا نزع المؤشرات الأداء لأنها هنا لا يمكن، لأننا سنحاول أننا نجد ما بعد 2018. الآن إذا رجعنا إلى هذه المعطيات طبعا، ورجعنا إلى السلاسل التي لدينا، ونضع هذه المتغيرات فقط، يعني F من سنة 2000 يعني by select by filter، هن F سنة 2000 يعني منذ الفترة الأولى سيري select سيري. أوكي show. فنلاحظ هنا أنه الآن أعطانا مختلف السلاسل السابقة طبعا، هذه سلسلة التضخم الأولى، إذا هي تصل إلى 2018. بالنسبة إلى سلسلة التضخم ما بعد 2018، فنلاحظ أنه أعطاني أيضا مجموعة مشاهدات. يمكنني أيضا أن أرسم هذه المشاهدات عن طريق الكويك، عن طريق الرسومات، عن طريق الجراف. فننزع فقط التضخم الأولي، فعن طريق اللاين جراف. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ الآن أعطاني من بداية السلاسل إلى غاية نهايتها، يعني مجموعة المشاهدات من 1990 إلى غاية 2018، ثم بعد 2018 إلى غاية 2022. فهنا نلاحظ أن هناك تنبؤات ما بعد لهذه المتغيرات. فمثلا بالنسبة للتضخم نلاحظ أنه سينخفض إلى غاية سنة 2022 باللون الأزرق. بالنسبة إلى الواردات التي تتمثل باللون الأخضر فهي ستبقى نوعا ما ثابتة. بالنسبة إلى البطالة كذلك هي باللون نوعا ما الأزرق، لا عفوا باللون نوعا ما الأخضر والأزرق، هي كذلك ستبقى نوعا ما ثابتة. بالنسبة للناتج الداخلي الخام أيضا سيبقى ثابتا خلال هذه الفترة. وبالنسبة إلى X يعني المتمثل في هذه، عفوا بالنسبة للبطالة فإنها سترتفع خلال هذه السنوات بهذا اللون غاية 2022. وبالنسبة إلى الـX هو موجود هنا سيبقى ثابتا، يعني أنه 3 متغيرات لدينا خلال ما بعد 2018 سيبقى نوعا ما في ثبات، في حين أن متغيرين لدينا المتمثلين في البطالة والبطالة والتضخم إحداهما سينخفض والآخر سيرتفع. وبالتالي هنا يمكننا أن نستنتج مجموعة نتائج بالنسبة إلى سياسة الاقتصاد الجزائري، فإنه هو جيد بالنسبة للاقتصاد الجزائري كتفسير أن التضخم سينخفض، وهذا ما تريده السلطات النقدية والمالية الجزائرية التي تستهدف التضخم. لكن المشكل في البطالة الذي سيرتفع، وهذا مشكل طبعا عويص يعاني منه الاقتصاد الجزائري، خصوصا يعني بعد يعني الأزمات المتتالية، بعد انخفاض أسعار البترول وهذا الأزمة الوبائية التي حدثت الآن في الجزائر أو في العالم عفوا، وعليه فإنه يعني
لابد من أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للسلطات الجزائرية وأن تحاول أن تخفضه. إذن أشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم، ونلتقي إن شاء الله في فرصة لاحقة إن شاء الله.